السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. معنا عبد الحق البقالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عمي طيب، كده لبس عليك. حياك الله سي عبد الإله. كده مع صحيح عمي طيب بخير. مرحبا بك مولاي، حفظك الله ورعاك. أكم شكور عمي طيب على هذا الخير اللي كتقدم لهذه الأمة هذه. أعزك الله خويا، أعزك الله. غير واحد سميتو غنتقاسم مع السادة المستمعين. مرحبا ودي عمي طيب، واحد القنينة ديال الغاز تعلت لي في الدار ديالي. الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. والحمد لله والشكر لله، كان لطف الله تدخل. الحمد لله والشكر لله، ودي عمي طيب حاصرتني في الدار والزوجة ديالي خرجت فتحت الباب ودخلوا، ما شفت ما غادي نطير ما غادي نشعل الا كلمه واحده عمي الطيب حافظت عليها وخديتها من هذا البرنامج وخديتها من اللسان ديالك ودي عمي الطيب، الا الصلاه على النبي حتى دخلوا الجيران ودخلوا وطفاوا هذه البوطه ودي عمي الطيب، وديك الدعاء مع الزوجه ديالي المسكينه باقي مخلوعه لحد الان، باقي داكشي كيجي بحال الوساوس. قالت لك ملي شافت هذاك المشهد ودي عمي الطيب بقات مخلوعه بزاف. لا اله الا الله، ودي الله تعالى غير واحد شويه تقص فيدي ودي عمي الطيب وفي رجل ديالي، غير داكشي خفيف الحمد لله، وتا شي حاجه ما تقاست الحمد لله باللطف ديال الله عز وجل. ويشكر دي عمي طيب دعي معايا هاد الوليد ديالي بغيت يدوي معك محمد. لا اله الا الله، عاد يدوي مع عمك طيب. هاو هاك دوي عاود طيب. عم طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا سيدي محمد، كان جعدتك هنا. مرحبا وليدي، مرحبا 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 ولدي، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك ولدي، الله يحفظك ويرعاك. عمي الطيب. نعم سيدي. نعم ولدي. ربي يرحم عمي الطيب وشويه باقي مغلوب. لا اله الا الله، لا اله الا الله، يحفظه يا ربي يا كريم اخويا. وياك ما وقع شي مكروه في الجسد شي واحد من افراد الاسره. الو. لا اله الا الله، الله يحفظك مولاي، الله يحفظك. اخونا عبد الاله هو صديق البرنامج، قرير ضرير ورجل متدين، هم الفقراء المحتاجين، وربي عز وجل أعطاه القناعة في صدره، وسبحان الله العظيم المؤمن مبتلى. هذا رمضان المكرم عدد ديال الناس اللي كنتواصل معهم خصوصا اللي هما فاقدين للبصر أو عندهم من ذوي احتياجات خاصة، كل واحد مسكين في هذا رمضان كيحكي لي معاناة ديالو. بحال اللي وقع السي عبد الإله بن بنقرير وهو ضرير، وقف ايضا الاخت الوازنه من باب برد من جهه الشاون، ايضا هي فاقده للبصر وصحتها ضعيفه، وحتى هي فاقوا العائله لقوا الدار كل شعلات بالعافيه. لا حول ولا قوه الا بالله، رغم الفقر والشده كتلقى هناك بلاء شديد. وكيف نفسر كل هذا؟ هذا كيتسمى الابتلاء. الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يا ما ابتلاءات كثيرة سمعناها في رمضان أنستنا خطر الكورونا، والله كاين ما كنذكر في كورونا كاع، لأن هناك أخطار أخرى وقعت للناس، أطفال صغار أصيبوا بأمراض غريبة، كاين اللي جا السكري طلع 5-6 غرام، كاين الله يسترنا ويستركم اللي وقع لي فشل الكلوي، كاين اللي الآن عندي أصدقاء كنتواصل معهم والديهم في الإنعاش، نسينا كورونا، وكاين اللي مسكين ما لقى ما ياكل، وكاين كل واحد كيدار ليه الله تعالى. هذه كلها ابتلاءات، نحن نسلم ونخضع لله. هادشي ليس معنى أن الله تعالى يريد أن يعذبنا أبدا، حاشا وكلا. الله تعالى يختبر إيماننا، يختبر إيمان المؤمنين، وملي كدوك المؤمنين كيبقاو صابرين محتسبين، الله تعالى يباهي بهم الملائكة، يقول يا ملائكتي يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، انظروا إلى عبادي كم هم في الطاعة وفي الصبر رغم كل شيء، رغم كل ما وقع لهم أنهم يحتسبون الأمر لله جل علاه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازي الصابرين خير الجزاء، وحتى أن أهل البلاء يوم القيامة ربي عز وجل اللي غادي يوزع الهدايا وغادي يوزع الاعطيات، اللي دار شي عمل غيلقى الجزاء ديالو، اللي حج يعطيه الله الجزاء، اللي اعتمر يعطيه الله الجزاء،
اللي جاهد في سبيل الله عطيه الله الجزاء، اللي صلى اللي صام كل واحد عنده جزاء، ولكن الناس كلهم غادي يتفاجئوا بان اللي غادي ياخذ الجزاء الاعظم 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 هما اهل البلاء. ربي عز وجل غيقول لهم زيدكم، كيقول يا ربي هادشي كثير، لم نكن نتوقع انك اعطيتنا كل هذه الخيرات كثير. المره الثانيه كيقول يا ربي عز وجل يا عبادي هل ازيدكم، كيقول يا ربي هل هناك من زياده اكثر من هذا. الجنه والنعيم والفردوس ورايناك مباشره وتكلمنا معك، ومازال كيعاود ربي المره الثالثه كيقول لهم هل ازيدكم، اطلبوا. هما استحياوا، يقول ماذا نطلب، اللي اكثر مما كنظنوا لقيناه. ملي استحياوا خصهم لابد يطلبوا، اش يطلبوا الغريب، ماذا طلبوا؟ سبحان الله العظيم، يحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الغيب، قال لك يطلبوا من الله طلب واحد، اقول يا ربي اعدنا الى الدنيا، اعدنا الى الدنيا وابتلينا من جديد، ابتلينا بالامراض والاسقام والفقر والهم والغم، واجعلنا لك من الصابرين. هذا هو منتهى الطلب. احنا فيها الان، احنا فيها الان الحمد لله، الشكر لله. اللهم يا ربي يحفظ الجميع ويبارك في الجميع. سيدي عبد الاله الله يحفظك، انا متفائل بك، انت رجل مؤمن وانت رجل صبار، والحمد لله ذاك الوليد غادي يكون ان شاء الله تعالى خير خلف لخير سلف، وربي غادي يغنيك من فضله. حفظك الله ورعاك الله واسعدك الله. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.